ورجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة. اليوم قصتنا راح تبين لنا لوين ممكن يوصل طمع بعض البشر، وشلون هالطمع ممكن يقلب حياتهم وحياة الناس اللي حوالينهم. عموما ما ابي اطول عليكم، تعالوا معاي خلينا نشوف الصار ببطلة قصتنا. نجمة قصتنا اليوم هي المغنية غزالة جاويد، من مواليد 1 يناير سنة 1988. بدت حياتها كبنت بسيطة عايشة بشمال باكستان وتنتمي لعائلة مسلمة. وغزالة حالها حال أي بنت أو أي شخص بالعالم، كانت تحلم بالشهرة وبالفلوس وأن يكون لها مكان اجتماعية، وهي كان عندها الإمكانيات أنها توصل حق هالشيء لأن صوتها كان وايد حلو وكافي أنه يوصلها حق حلمها. لا مو بس صوتها، غزالة كانت حلوة وكانت حلم أغلب شباب باكستان. شباب الباكستانيين كانوا يموتون عليها، هيفاء وهبي مالت باكستاني. وبالفعل كبرت غزالة وكبرت معاها طموحاتها وأحلامها، وطبعا من أهم أحلامها مثل ما قلت لكم أنها تكون مغنية مشهورة. راحت حق أمها وأبوها وقالت لهم أنا بيصير مغنية، والله لو أنا صوتي حلو من غير ما أقول لهم حتى أروح أغني، بس صوتي الله لا يوريكم. المهم وافقت عائلة غزالة على طلبها وابتدت مشوارها الفني سنة 2004، وشوي شوي صارت غزالة مغنية مشهورة في منطقتها اللي هي وادي سوات، وانتشرت أغانيها بين الشباب، الكل قام يسمع أغانيها وكل من قام يعرفها، وين راحت غزالة وين جات غزالة وشنو نزلت غزالة وشنو آخر أغنية حق غزالة. غزالة هبلت بالعالم، فشوي شوي بدأ حلمها يتحقق. لكن لسوء حظها سيطرت بعض الجماعات الإسلامية المتشددة على منطقتها في أواخر سنة 2007، ومنعوا الغناء والحفلات وأمروا بالقبض على كل المغنيين والمغنيات، اللي غني صيدونه يقطونه بالسجن أو عاد شو يسوون فيه. فخافت غزالة على نفسها وعلى عائلتها وقررت أنها تنتقل لمدينة بيشاور طبعا علشان تقدر تكمل مشوارها الفني، هذين ما راح يخلونها تغني. حين أنا طول عمري وأنا صغيرة أحلم أني أصير مغنية، يوميات وتحقق هالحلم يجون هالجماعات هذيلا ويخربون علينا كل شيء؟ لا يبا ما أقعد لكم بهالمنطقة. خذت أغراضها وأهلها وراحوا بيشاور، لكن بروحتها بيشاور ما كانت تدري أن في شيء ناطرها هناك. وصلت غزالة مدينتها الجديدة واستقرت فيها، وهناك كملت مسيرتها الفنية وقامت تكثر تسجيل الأغاني، وهم كثر الطلب عليها، قاموا ينادونها بالحفلات بالأعراس، ماكو مناسبة ما تغني فيها غزالة، وصارت وايد مشهورة حتى أن شهرتها وصلت لدبي وكابل، وغنت على مسارحهم وسحرت بجمالها كل من شافها، وصارت من المغنيات اللي أجرهم مرتفع، كانت تاخذ ما بين 12,000 ل 15,000 دولار بالحفلة. والله مبلغ، ما يبوني أنا أغني لهم أي شيء، الواوة عادي بس أخذ 15,000 دولار بالليلة. شفنا شلون غزالة كان لها حلم وركضت ورا هالحلم لغاية ما وصلت له، وهم شفنا انها قامت تطلع فلوس، يعني من كانت فقيرة ليه 15,000 دولار بالحفلة. بس هالشي ما ترس عين امها، امها كانت وايد طماعة ودبرت حق بنتها مكيدة علشان شوية فلوس. بيوم الايام تقدم حق غزالة واحد من رجال الاعمال وتاجر عقارات واسمه جهانجير خان، مو جرجير، جهانجير، جهانجير خان، ووافقت امها على الخطبة بدون علم غزالة. وحب اضيف لكم معلومة أن غزالة كانت أمية ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب، فاستغلت الأم جهل غزالة بالقراءة والكتابة واتفقت مع رجل الأعمال جهانجير علشان تزوجها إياها. فقدمت حق بنتها أوراق الزواج على أنها أوراق عقد حق حفلة، يعني جابت أوراق الزواج وقالت حق بنتها هذه أوراق عقد حفلة وخلتها تبصم عليهم، وبكذي صارت غزالة متزوجة جهانجير رسميا. ولما عرفت غزالة أنها على ذمة ريال انقلبت فيها الدنيا وحاولت أنها تنتحر، لأنها مو بس ما تبي هذا جهانجير، لا هي كانت تحب واحد ثاني واسمه سليم خان. والله ذبح عليها هذه غزالة، رجل أعمال جهانجير وسليم خان كلهم يحبونها. فلما شافت انه ماك فايدة خلاص يعني، وحاولت انها تنتحر بس ما قدرت، فرضت بالأمر الواقع وخلاص بعد رضت، قالت انا وتزوجت وسليم وراح ما عندي الا جهانجير. فبتاريخ 7 فبراير سنة 2010 سوى لها حفل زفاف وراحت مع زوجها جهانجير. وبعد الزواج هذا بكم شهر يعني ما طاف عليه وايد، قام يحن ويزن عليها زوجها
بأنها تترك الغناء. قلت من عاد يلا زي منها رضت فيك تبيها بعد تهد الغناء وتجاب لك تطبخ لك وش اسمه بعد كل يوم ها أقلب ضيق يلا. لا مو بس كذي واكتشفت غزالة بالصدفة إن زوجها كان متزوج قبلها يعني هي الزوجة الثانية فلاحت شبدها منه وطلبت منه الطلاق وراحت وعاشت عند أهلها. رجعت مرة ثانية عند أمها وأبوها واستمرت بالغناء وكانت تحضر كل الحفلات اللي تجي لها وهالشيء خلى زوجها وايد يعصب. شلون هذه ما تسمع كلامي؟ لا وبعد من وراي قامت تروح تغني وتروح حفلات. عصب الرجال. وبنفس الوقت غزالة راحت رفعت على زوجها قضية بأنها تبي تنفصل منه. وفعلا بسنة 2011 حكمت المحكمة لصالح غزالة وتطلقت رسميا من زوجها جيهانجير. ومثل ما يقولون أعلنت انتصارها على زوجها المتسلط. هني جيهانجيرين استخف فوق انها ما سمعت كلامي وهم تطلقت مني والحين عاد راح تروح تسوي اللي تبي. يا حظك يا سليم ردت لك. بس عبالكم جيهانجير بيخليها؟ ما راح يخليها. قرر جيهانجير انه ينهي حياة غزالة فقام واستأجر عصابة من المجرمين علشان يقتلونها. وبتاريخ 18 يونيو سنة 2012 غزالة كانت قاعدة تتمشى بالسوق مع عائلتها امها وابوها وخواتها قاعد يتمشون بالسوق. وهم قاعدين يتمشون مروا عليهم مسلحين اثنين على دراجة نارية واطلقوا عليهم رصاص. اطلقوا على العائلة كلها الرصاص واصابتها هي وابوها 6 رصاصات ماتوا على اثرهم على طول. واللي نجوا من هالحادث امها واختها بس. وبعد ما مسكوا المجرمين وبعد التحقيق اعترفوا ان زوجها هو اللي خطط حق هالمصيبة وهو اللي اعطاهم فلوس وسلاح وقال لهم روحوا ذبحوا غزالة. وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 2013 تم الحكم عليهم كلهم بالاعدام المجرمين الاثنين وزوجها. لكن في 22 مايو سنة 2014 الغت المحكمة العليا الحكم. ليش لأن أم غزالة تنازلت عن دم بنتها وزوجها بمقابل دية دفعها جيهانجير لها. يعني ماكو لحظة انت يعني ماكو فايده فيك ذبحتي بنتك وريلك وهم ما تبين هذول ينعدمون رديتي مره ثانيه تبين فلوس. حارتني والله العظيم حارتني. فبكذي وبسبت هالام هذه الطماعه اقتلت زوجها وبنتها وهم تنازلت عن حقهم ودمهم. انزين شنو ممكن نتعلم من هالقصه؟ اول شيء نتعلمه ان الطمع ياخذ منك كل شيء حلو بحياتك. كل شيء حلو بحياتك ممكن يروح بسبه الطمع. ام غزاله راحت منها بنتها الحلوه وزوجها بسبب الطمع. وبنتها اساسا كانت مغنيه وتطلع فلوس وحالتهم كانت وايد زينة. لكن الأم طمعت بأكثر من اللي الله رزقهم فيه. وحتى الشخص اللي ساعدته علشان ياخذ بنتها اللي هو جيهانجير بالأخير قلب عليها هي بعد. فراح كان يبي يذبح العائلة كلها. يعني أكيد بالنسبة له واحدة باعت بنتها شنو اللي بيخليه ما يقتلها؟ هي أساسا واطية. فانتهت مصلحته معاها وقال خلنا اذبحها. ثاني شغلة نتعلمها إن ماكو شيء يصير بالغصب. فلما نزوجوا غزالة حق جيهانجير غصبا عليها ما استمر هالزواج. وطالبها زوجها إنها تتخلى عن كل أحلامها وإنها تتخلى عن الغنى مع إنه وخذاها مغنية وهو جاي من البداية ومتزوج مغنية. والأخ دام إنه تزوجها يبي يغير حياتها بكيفه. ما يصير وما يحق لك إنك تغير حياتها بكيفك. يا أخي ما تبي مغنية روح دور لك واحدة ما تغني. الله ما كثرهم. رايح متزوج مغنية وتعالي هدي الغنى مو كيفك. مالك حق تأخذ إنسان وترتبط فيه وتفرض عليه قناعة حياتك وأفكارك وتخليه يعيش تحت أمرك وطوعك. عمر الحب ما كان بالغصب. أنا متأكد لو أن غزالة كانت تحبه ممكن أن هي ومن غير ما هو يطلب منها تهد الغنى وتهد الدنيا كلها عشانه. لكن المصيبة أنها ما كانت تبيه وما كانت تحبه لا وانجبرت على الزواج منه. الشغلة الثالثة والأخيرة اللي بنتعلمها من هالقصة أن الدنيا قصيرة. عيشوها مثل ما أنتوا تبون بس بدون ما تضايقون غيركم ولا تتعدون على الناس وبدون لا تغضبون ربكم. عيشوا بحب حبوا بعض. ترى ماكو شيء يخليك تعيش هالعمر القصير وتشغل نفسك بكره الناس وحقدك عليهم. حب نفسك بالبداية وصدقني راح تحب كل الناس. ورجعت لكم فيديو جديد وقصة جديدة. نجمة قصتنا اليوم هي غزالة جاويد. بدت حياتها كفتاة فراحت حق امها وابوها وقالت لهم انا ابي اصير مغنيه. صيري دكتوره زين يعني ليش مغنيه؟ يلا يمكن عشان صوتها حلو. ولهنا وصلنا حق نهايه قصتنا. اتمنى انها عجبتكم. اذا كنت اول مره تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناه. واذا كنتم من ربعي وحبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء اول باول. وبعد شنو بعد شو ايه لا تنسون تطلون على المصادر علشان تتعرفون على القصه اكثر عشان لا تقولوا لي من وين جايب القصه ومن كيسك. لا من المصادر مو من كيسي. كيسي مقضوب مشكوك. وبالنهايه اقول لكم احبكم وايد. كان معكم اخوكم فارس عاشور يعطيكم الصحه والعافيه. مع السلامه.